استاذ ممدوح اسماعيل، حضرتك النهارده في مؤتمر حزب الاصاله الاول بشبرا، انا فوجئت على الهوا اللي حضرتك نائب الحزب. طب والحزب بتاع حضرتك فين هو؟ تم دمجه مع حزب الاصاله، واحنا بقى لنا في مفاوضات ومناقشات بقى لنا فتره طويله، وتم يعني الاستقرار على دمج الحزبين والاتحاد في قوه واحده. يعني معظم او قابلت اعضاء كتير من الحزب المسندين، يعتبر دراعك اليمين، فوجئوا بالقرار النهارده على الهوا وانت على المنصه. لا، الاعضاء القريبين التاسيسيه عارفه، في منهم عارف صباحا وفي عارف مساء وفي عارف باليومين. ايوه انا اقصد اللي ايه يعني، لان احنا كنا لسه في مناقشات لحد امبارح يعني. يعني هل القرار دوت على تأني ولا متسرعا؟ لا على تأني، في بقالنا بفتره يعني بنتكلم. يعني انت مقتنع بحزب الاصاله؟ يعني هو ليس لا يوجد خلاف مطلقا، عشان اقول انا مقتنع، ما فيش خلاف اصلا عشان ما يخلينيش مقتنعش، لازم مقتنع. فيش اسباب دخول حضرتك الحزب، حزب الاصاله؟ هو اسباب الاتحاد ان كان ينبغي ان احنا نتحد، ان تفتيت القوى الاسلاميه ليس في صالح احد من الاسلاميين، يعني ينبغي ان احنا نوحد على قدر ما نستطيع من القوه، وبحيث نكون ان احنا نكون اقوى امام الاطراف الاخرى. من المعلوم ان حزب الاصاله حصل انفصال قبل ذلك، يعني حزب حضرتك تعرفه، فهل هذا ممكن يحدث مستقبلا؟ شوف تكرير يعني. شوف في العمل السياسي قابل، يعني ينبغي اللي يعمل في السياسه، اخواننا مش مدركين الكلام ده، اللي بيعمل في السياسه لابد يدرك انه لابد ان يحصل فيه انقسامات وانشقاقات وتغيرات ايديولوجيه وتغيرات فكريه، ودي ايه السياسه كده، تغير في الاراء والمصالح والاجتهادات، ده العمل العام السياسي كده، يعني قابل للتقلبات. لكن يعني ما اعتقدش ان احنا يكون بينا اي انشقاق، يعني حتى الان يعني في اتفاق تام في كثير من الامور. طب اندماج الحزب، هل عشان ما اكملتوش النصاب للحزب ال 5000 يعني حزب النهضه؟ لا، دي مش مساله، مش من ضمن المسائل. لا، هي مساله ان احنا لا يوجد بيننا خلاف مطلقا، وان في اتفاق تام، وان ينبغي ان الاسلاميين يتحدوا على قدر ما يستطيعوا لتكوين كتل قويه لمواجهه الكتل القويه من العلمانيه الليبراليه. هل دخولك الحزب الأصالة مجاملة للشيخ محمد عبد المقصود؟ أنا أعرف الشيخ محمد من 30 سنة. أيوه، أقول هذه مجاملة له؟ لا، ليس مجاملة له مطلقا يعني. ولو كنت جاملته من أول ما تكلم في مشروع حزب الفضيلة قبل كده. طب إيه خطوات الحزب القادمة؟ حزب الأصالة؟ في عدة مؤتمرات تعقد في القاهرة الأول، نشر مشروع الحزب في بعمل مؤتمرات شعبية في عدة أماكن في القاهرة على مدى الأيام القادمة بسرعة شديدة جدا، لعمل انتشار الحزب، عمل تواجد الحزب شعبي. دي أول خطوة بيتخذوه، بيعملوا تدابير ليها كتير يعني. كم عدد أعضاء الحزب الآن؟ أكملتم العدد المصاب؟ ما الحزب أخذ ترخيص خلاص. طب بالنسبة بقى لعدم أخذ الجماعة الإسلامية الحزب، هل ليك تعليق من ناحية قانونية؟ لا، في مشاكل قانونية في الاوراق اللي قدمت للجنه، انا كنت مدرك ذلك بخبرتي القانونيه، ان يعني في مشاكل قانونيه تعترضهم، يعني مشكله قانونيه، لكن ليس اعتراضا على الجماعه الاسلاميه. لا، ما اعتقدش ده كلام. لا، انا اعتقد من ساعه ما قدمه وانا عندي يقين قانوني ان الحزب يتعرض لمشكله، لان في اشكاليه في تقديم الاوراق والمؤسسين وغير ذلك يعني. المقر الرئيسي بتاع الحزب فين؟ مدينه نصر. شكرا استاذ ممدوح، اثقلت عليك. ترول ام بي، تعالى وانا عينك في ام بي. شكرا.